مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم. يلا دقيق 500 غرام، أي نوع دقيق عادي. ملح نص معلقة صغيرة، الماء 300 غرام، عيار الكوب اللي ما عنده ميزان. هذا الدقيق مزج جيد تقريبا 5 دقائق حتى تنسجم. عجنة بسيطة وسهلة، اتركها ترتاح تقريبا 10 دقائق. نضيف قليل من النشا ونعملها حسب ما احنا بدنا. أنا عملتها تقريبا 13 جزء، ممكن تقريبا كل جزء 65 غرام. وإذا أنتوا محتاجين تكون العجنة رقيقة ممكن تعملوا حدود 42 غرام، تكون بس هيك يعني كتير مناسبة هيك. نوضع العجنة بالنشا ونتركها ترتاح تقريبا 10 دقائق. نعمل 3 طبقات، ممكن يكونوا 4 طبقات. قليل من الزيت، زيت نباتي أو أي نوع من الزيت أو أي نوع دهون، ممكن زبدة سايحة. ونضيف النشا، ونكرر الثانية نفس الشيء. نضيف قليل من الزيت، قليل من النشا، منشان يفكوا عن بعض وما تلزق. أي نوع زيت ممكن نستخدم، زيت نباتي أي نوع، أو سمنة أو زبدة، حرارة الغرفة. الطبقة الثالثة ما بنضيف عليها ولا شيء، الطبقة الأخيرة بس. طبقتين بنضيف عليهم، والطبقة الأخيرة ما بنضيف ولا شيء عليها. وهذا كل شيء، يعني العجنة كتير بسيطة كتير سهلة. بنمدهم طبعا. احنا لما نعمل الطبقات بناخد اول واحدة عملناها منشان تكون مرتاحة، بعدين بناخد الثانية والثالثة والرابعة. هذا كل شيء. نحمي المقلاة على حرارة متوسطة، فقط قليل يعني. هذا مثل ما انتم شايفين شفافة كتير كتير، العجنة بسيطة وروعة، بتفك بكل سهولة. مثل ما انتم شايفين شفافة كتير كتير حلوة. مثل ما حكينا إذا عايزينها رقيقة أكتر من هيك ممكن تخففوا الوزن، بدل ما تكون 13 قطعة تكون 20 قطعة، تكون أرق من هيك، بس هيك كتير كتير مناسبة هيك. لينة كتير وكتير كتير حلوة العجنة، وكتير كتير بسيطة. نعملها 4 أجزاء تقريبا، بيعملوا مثل ما انتو شايفين مورقة، بيعمل تقريبا أكتر من 50 قطعة. ممكن نخزنها بالثلاجة لمدة أسبوع أو بالفريز اللي هو المجمد 3 شهور. أنا بخزنهم وباخد حسب حاجتي. هذه الحشوة قليل من الزيت، أي نوع زيت نباتي. كفتة فراخ أو أي نوع حشوة، كفتة حمراء، أي شيء. الحشوة حسب الذوق. نضيف الخضار برضو حسب الذوق الخضار. هذه كزبرة ناشفة وفلفل أسود وملح. طبعا احنا حطينا في البداية فلفل أخضر وجزر مبشور وبصل مفروم. بس بنستويها. ويفضل الحشوة تنعمل قبل نص ساعة على أساس تكون باردة. الآن بنبلش نحضر المقلة. نوضع زيت نباتي، الزيوت حسب الرغبة حسب الذوق، أي نوع زيت ترغبوا تستخدموه. هذه المادة اللاصقة حنلزق فيها السمبوسة، هو عبارة عن دقيق وماء، وتكون فيها يعني الخلطة تكون فيها لزوجة اللي نعرف نستخدمها. لو احتاجت شوية ماء ممكن نضيف، لو احتاجت شوية دقيق ممكن نضيف عليها ونحركها جيد. بس مثل ما انتو شايفين الاتجاه، مثل ما انتو شايفين كيف يكون الاتجاه المثلث. يعني الطريقة كتير كتير بسيطة. نتنين أول طبقة مثل ما انتو شايفين كيف هو الاتجاه. بنعمل أول طبقة ونضيف اللي هو اللاصق على الطبقة الأولى، ونضيف الطبقة الثانية ونغلقها. مثل ما شايفين كتير كتير هي سهلة جدا. بس هذا كل شيء. بنضيف الحشوة، ونحط لاصق، وهيك بتكون خلصت. وحنعمل هلا كمان وحدة، حنعمل كمان وحدة مشان توصل الفكرة. هذا هو الاتجاه تبعها. نغلق أول طبقة، نحط لاصق، الطبقة الثانية، ونضيف الحشوة، ونوضع لاصق، ونغلقها. هي كتير كتير سهلة، ما فيها هي تعقيد. الزيت بكون حمى، ونوضعها بالزيت. صحة وألف عافية. وانتظرونا كتير كتير وصفات جديدة. واتمنى المشترك بالقناة يشترك، يعمل اشتراك، ويفعل الجرس. مثل ما انتو شايفين كتير كتير هشة كتير 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 هشة، كتير الطعم أكتر من روعة. ممكن تعملوا نفس الحشوة، وممكن انتو تبدعوا من عندكم تضيفوا اي نوع خضار او اي نوع لحوم. شكرا كتير لكم. كل يوم خميس في موجود فيديو هننزل فكرة مشروع من المنزل. شكرا كتير لكم، واتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.